علشان تتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ وعسر الهضم والتقلصات اللي ممكن تحصل في القولون والمصران، عليك باتباع هذه النصائح المهمة. حاول تأكل وجبات صغيرة، ما تملاش المعدة على الآخر، وخلي تلت للأكل وتلت للمية وتلت للنفس. اشرب كمية مناسبة من المية، والمهم ما تكونش مية مثلجة. الأكل ما يكونش فيه دهون بكمية كبيرة، وما تاكلش أي حلويات بعد الأكل مباشرة، والفاكهة تتاكل قبل الأكل، وتجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية والشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة. وممكن تاكل زبادي بعد الأكل، هتساعد على الهضم. حاول تتحرك شوية بعد الأكل، أو تمارس رياضة مناسبة لحالتك الصحية.